حضور قوي وطني وأجنبي ميز أكبر تظاهرة سياحية تعود بعد سنتين من الانقطاع والرهان تثمين الثروة والمؤهلات السياحية لتكون محركا للتنويع الاقتصادي، وهو ما أكد عليه الوزير الأول لدى افتتاحه هذه الطبعة. الأزمة هذه تاع كوفيد هذه أثرت علينا، ولكن مازلنا واقفين. لا الحمد لله مازال واقفين وتزيدوا واقفين، والدولة راهي معاكم ولكن عملوا. الدولة برافقتكم الحمد لله. والدولة ما عمرها لا تخلات عليكم. ما خلات. ولكن أنتم كذلك عمركم لا تخلوا على نوعية الخدمات. أبدا. على الأسعار كذلك. على الأسعار. شوف وعلى زيادة المنتوج. الوزير الأول ولدى وقوفه بجناح الجوية الجزائرية أكد أن الجزائر الجديدة تسعى إلى تحقيق الانفتاح على العالم. الانفتاح هذا يعني قرر سيد رئيس الجمهورية يعني مسايرة مع البرنامج الجديد مع الجزائر الجديدة، فيجب أن نذهب نحو أفريقيا وأن نوطد العلاقات خاصة بالنسبة للمجال الجوي والبحري مع الدول الشقيقة، فهناك يعني زيادة الخطوط بالنسبة للرحلات بالنسبة للسعودية وبالنسبة للدول العربية الأخرى، فتح يعني خط بحري كذلك حتى الجدة وإلى الكويت وكل الدول العربية الشقيقة، فهذا هو الانفتاح وزيادة توطيد العلاقات بين البلدان، ونرجو من الخطوط الجوية الجزائرية التي تعتبر حاملة علم الجزائر في الجو أن تساير هذه الهبة وهذه النهضة، وأن تساير كذلك وأن تواكب نوعية الخدمات. حديث مباشر وسانحة لطرح الانشغالات وإزداء التوجيهات لمختلف الفاعلين في القطاع. وزرت كثير من المناطق غير معروفة، مثلا في القارة كاين شباب يعرفوا منطقتهم مليح. نعم. أنا نزورهم، عندي هذا البرنامج هي ألجيريا يعرف بهذه المناطق، بخلي هذا الشباب ينظموا رحلات ونخيروا هاد الشباب انهم يعرفوا الايكو توريزم. لازم تبسطوا كل الاجراءات، احنا ان شاء الله ماشيين للتاشيره الالكترونيه لتسهيل كما نقول منح تاشيره سياحيه الجزائريه، اللي هي نعترفوا باللي انها كما نقول من اصعب التاشيرات، نعترفوا بهذا الشيء هذا، وماشيين ان شاء الله في مسار التاشيره الالكترونيه حتى نسهل منح التاشيرات بالنسبه للراغبين في زياره الجزائر ومقوماتها الكثيره والكثيره جدا. استراتيجية سياحية جديدة تنتهجها الجزائر من خلال التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والسياح والترويج لوجهة الجزائر كمقصد سياحي مفضل.